السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآن وعلى مدار 30 دقيقة رح نكون معكم في برنامج الوطن، حياكم الله. نبدأ من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية. القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهورية، ووزير الشؤون الإسلامية يعيد تشكيل اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج، وأمطار رعدية على مرتفعات جيزان وعسير والباحة. أما عن أبرز الملفات التي سنناقشها في حلقة اليوم، أكثر من 700 مهندسا يعملون بالسعودية بشهادات مزورة، السجن والغرامة بانتظارهم. والآن مشاهدينا إلى جولة الصحافة، ونبدأها من صحيفة الرياض وخبر بعنوان وزير الشؤون الإسلامية يعيد تشكيل اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج. وفي تفاصيل هذا الخبر، أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، وتحديد مهامها برئاسة معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ذات العلاقة بأمور الحج والعمرة والزيارة. وتضمن القرار أن تختص هذه اللجنة بجميع أعمال الوزارة في الحج والعمرة، وتتولى مهام دراسة الخطط العامة للوزارة في موسمي الحج والعمرة، وتحديدا أعداد المكفلين لتنفيذ أعمال الوزارة من القوى البشرية حسب الاحتياج الفعلي، وموائمة عمل الوزارة في موسم الحج والعمرة مع رؤية المملكة 2030. ونروح لصحيفة الوطن، وفيها خبر يقول خادم الحرمين الشريفين يجري محادثات مع الرئيس الإريتري، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة يوم أمس الرئيس أسياس رئيس دولة إريتريا، ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الضيف في المملكة، فيما أبدى الرئيس الإريتري سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما له حضرها، وحضر الاستقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز. وفي ختام جولتنا الصحفية من صحيفة عكاظ، ونقرأ فيها خبر السجن 8 أشهر والجلد لشقيقين اقتحما مدرسة للإخلال بالنظام. كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن صدور الحكم القضائي على المعتدين على معلمي مدرسة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الابتدائية في الرياض بعد اقتحامها. وقال العصيمي إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكم بالسجن 8 أشهر والجلد 150 جلدة تعزيرا للمعتدين على 3 من معلمي المدرسة. وأضاف العصيمي أن الحكم جاء بعد إدانتهما وثبوت الدعوة الموجهة إليهما باقتحام منشأة حكومية تعليمية والإخلال بنظامها العام وإشاعة الفوضى فيها والاعتداء بالضرب على 3 من معلمي المدرسة والتسبب في إصابتهم بعدة إصابات أثناء تأديتهم عملهم، فيما أكدت المحكمة أن الحق الخاص لا يزال قائما. والآن مشاهدينا إلى فقرة تويتر، وتفاعل مغردون سعوديون على نطاق واسع مع وسم البنت تحب الراجل اللي حصل المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم انتشارا صباح اليوم، بعدد تغريدات تجاوزت 75,000 تغريدة منذ إطلاقه. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز التفاعلات مع هذا الوسم في عدة تغريدات، كان منها كان معانا الإعلامية غادة العلي قالت عني شخصيا أحب قوي الشخصية، لين القلب عذب اللسان وصحيح المنطق، الباربي والديه والحنون على إخوته. وكمان معانا تغريدة تانية من يوسف يقول يكون سندها في كل شيء، يكون صديق وحبيب وعزوة وأب وأخ وكل شيء، يكون جنبها في حزنها قبل ضحكتها، إذا تعبت يداريها. وكمان معانا دكتور محمد يقول يعتبر صديق له، يحترمها ويشاورها، ما يحسسها إنها تنقص عنه بأي شيء، يخليها ملكة بعينه عشان تحطه تاج على رأسه. ومعانا كمان تغريدة تانية من سارة تقول البعض يعتقدون إنه الأنثى تحب الغني وتعجب بالوسيم، بينما في الحقيقة البنت تحب الراجل اللي يكون لها أبا وأخا وسندا.
وكمان معانا تغريدة ثانية من أنز مشعل العنزي يقول المرأة تحب الرجل الواثق بها دون أن تمنعه هذه الثقة من الغيرة عليها، تحب الرجل صاحب الشخصية القوية. وكذلك مشاهدينا، إذن سنذهب إلى فاصل ثم نكمل بقية فقرات الوطن. أهلا بكم من جديد. انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري وفيئة. حساب المواطن يقول تبقى 17 يوم على إيداع الدفعة التاسعة لشهر أغسطس، وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة التي لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين والمكتملة طلباتهم تسجيلهم حتى إلى 10 من يوليو. ووزير الطاقة تعلن عن فتح مظاريف وزارة الطاقة تعلن عن فتح مظاريف عطاءات مشروع دومة الجند لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح. وكذلك معنا الصحة، إحالة منتحل صفة الطبيب إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام. وكذلك معنا وزارة الإسكان تطلق المرحلة الثانية من مشروع أعالي جدة لتوفير 10,000 وحدة سكنية. علمت صحيفة عكاظ أن النيابة العامة وجهت تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة لأكثر من 700 مهندسا يعملون في المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن النيابة كشفت بين المتهمين من حصل على المحررات المزورة من دول عربية، فيما نسب بعضهم إلى تلك الشهادات إلى جامعات عريقة، واتضح من خلال التحقيقات أنها مزورة ولا أصل لها. وأكدت المصادر أن النيابة العامة طالبت بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 3 سنوات وتغريمهم بما يصل إلى 300,000 ريال سعودي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدمام الصحفي في جريدة عكاظ الأستاذ عبد الله الحكمي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. بداية، لو توضح لنا تفاصيل هذا الخبر وما هي المعلومات التي لديك حول هذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشكركم وتحية للسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. الموضوع الحقيقة أنا قرأته مثل أي قارئ يعني يقرأ في الصحيفة اليوم، مع أن يعمل في عكاظ، لكن يبدو أكيد طبعا أننا نعلم أن صحيفة عكاظ صحيفة رزينة، ومؤكد أن لديها المعلومات المؤكدة عن هذا الخبر الذي مثل ما قرأتي أنت قبل قليل على المشاهدين، أنه القبض على مجموعة، ونحن نعلم أنه هناك يكون في تعاون كبير بين النيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، ونعلم أيضا أنه الجهات العليا ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية أيضا لهم توجيهات كريمة في هذا الأمر في محاربة الفساد بأشكال وأنواعه، ومن ضمنها طبعا مؤكد التزوير. نعم. طيب، إلى ماذا توصلت التحقيق مع هؤلاء المزورين لشهاداتهم؟ الحقيقة أنا مثل ما قلت لك الخبر لا زال يعني فريش، لا زال جديد الآن، يحتاج إلى وقت علشان نقدر نحصل على يعني معلومات مؤكدة ومن جهات رسمية مؤكدة طبعا لنعلم، لكن هو الموضوع مؤكد يعني موجود، الموضوع هذا مؤكد لا شك، لأن مثل ما قلت لك الصحيفة صحيفة عكاظ يعني صحيفة كبيرة وأنا أعمل فيها، أعرف أنهم لا ينزلوا الخبر مثل هذا إلا بعد التأكد من 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 صحة كل المعلومات. مؤكد هناك تحقيقات، هناك مثل ما ذكر في الخبر، لكن لنأخذ وقت قليل علشان نقدر نوصل إلى المعلومات الدقيقة في حول التحقيق بشكل عام وماذا توصلوا إليه، لكن التزوير أكيد حصل لا شك. نعم أستاذ عبد الله، خليك معنا، رح نشرك معنا في الحوار حول هذا الموضوع عبر جدة الأستاذ ماجد الفيصل، عضو النيابة العامة سابقا والمحاضر في النظام الجنائي لكلية الحقوق في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بك سيد ماجد، نود أن نفهم منك الحالة القانونية حول هذا الموضوع، حول هؤلاء الأشخاص اللي هم حاولوا أنهم هم يزوروا شهاداتهم ويشتغلوا بشهادات مزورة. بداية أنا أرحب بكم والأخوة
المشاهدين والمستمعين. بالنسبة للخبر، يعني تعليق من ناحية قانونية، طبعا موضوع تزوير الشهادات المهندسين له خلفية تم التصريح فيها من عدة جهات، وخاصة يعني أخص الهيئة السعودية للمهندسين. قد صرحت قبل ذلك بأنها تقوم بنوع من إجراءات الاستدلال في مسألة الترخيص لهؤلاء المهندسين، وتعاقدت يعني كما صرحت في السابق أنها تعاقدت مع جهات شركات متخصصة في كشف مدى جدية ومدى صحة هذه الشهادات، ومتى قدمت هذه الشركات ملاحظات للهيئة السعودية للمهندسين فإنها كما أوضحت تقوم بالتواصل مع الجهات المختصة مثل ما ذكرت وزارة الداخلية، وأيضا الجوازات، وأيضا العمل، وأيضا صاحب العمل الذي يسعى لحصول تراخيص لهؤلاء المهندسين. وبالتالي فهناك يعني خلفية عن هذا الموضوع، وهي أنه تتم إجراءات استدلال والإحالة إلى النيابة العامة تكون للتحقيق الجنائي. فتعليقا على الخبر الوارد في صحيفة عكاظ، والظاهر أنه يعني ظهرت هناك بعض الجرائم المرتكبة أو جرائم التزوير تحديدا وفق نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1435، وكما ذكر الخبر بأن العقوبة التي سوف يواجهها تقريبا هي المقصود بها التزوير في المحررات العرفية الصادرة من جهات خاصة أو جامعات خاصة، وهي المنصوص عليها في المادة التاسعة: من زور محررا عرفيا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 300,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. طبعا هناك 8 طرق نص عليها نظام مكافحة التزوير، فقد يكون التزوير، طبعا هناك عدد كبير من القضايا، فقد يكون التزوير وفق إحدى هذه الطرق المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير. طبعا لا نستطيع أن نقول أن هذه إدانة للمتهمين وفق الخبر، وإنما هي فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهذا مجرد تحقيق جنائي سوف يعقبه الإحالة إلى المحكمة المختصة التي سوف تبت، وسوف بالتأكيد أنه حسب وفق نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية سوف يكفل لهم حق الدفاع، سوف يكفل لهم حق الدفاع بإذن الله تعالى، ومن ثم سوف يتم تقرير العقوبة المناسبة متى ثبتت الإدانة من عدمها. وأيضا نظام مكافحة التزوير أجاز للمحكمة المختصة أن تشهر بالمرتكبين هذه الجرائم، ونظام مكافحة التزوير أيضا تناول صور أخرى من المساهمة، فكل ليس فقط الجناح، بل كل من شارك أو حرض أو اتفق أو إعانة، بل حتى أن المنشآت قد يطالها شيء من المسؤولية في حال ثبت تواطؤها مع هؤلاء الأشخاص الذين أقدموا على هذا الفعل متى ثبتت إدانتهم. فالآن يعني يصعب توقع العقوبات أو يصعب تحديد الإدانة، لأن مثل ما ذكرت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق محاكمة عادلة مكفولة وفق نظام الإجراءات الجزائية وأيضا نظام مكافحة التزوير. نعم، طيب سيد ماجد، الخبر يتحدث عن رقم مو بسيط، يعني أكثر من 700 شخص، يعني هذا الرقم الكبير، يعني نستدل على ماذا في هذا الرقم الكبير؟ يعني إحنا نعرف مثلا في كليات الطب لازم لما الواحد يتخرج لازم يكون في اللي هو اللايسنس اللي هي رخصة مزاولة المهنة، يكون عدى بالعديد من الامتحانات عشان يوصل لأن هو ياخذ الرخصة الطبية في السعودية، هل هم سووا مثلا الامتحانات هذه وعدوا الرخص وسووا الأشياء دي والتصاريح؟ مثل ما ذكرت لك، يعني يصعب الآن أننا نحدد المرحلة التي تم اكتشاف فيها الجريمة، فقد تكون المرحلة قبل مزاولة المهنة أساسا، يعني بمجرد أنه الشروع في استخراج تراخيص مزاولة المهنة تم اكتشافهم،
أو قد تكون المرحلة يعني بعد أن تمت مزاولة المهنة، تم اكتشافهم. فالنظام يعني يصعب أن نخرج والله في تصور دقيق الآن عن هذه عن العدد المعلن من قبل صحيفة عكاظ، فضلا على أن الوقائع القضايا تتفاوت وتختلف من قضية إلى قضية أخرى. فيصعب الآن أن نقول والله أن جميع هؤلاء هم نعم. ممارسين فعلا للمهنة، وقد يكونوا غير ممارسين، قد يكون لم يرخص لهم بعد، تم نعم. اكتشافهم في مرحلته. فيصعب حقيقة الإجابة على هذا السؤال في هذه المرحلة. نعم، طيب سيد ماجد، في العام الماضي اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الهيئة السعودية للمهندسين على إيقاف استقدام المهندسين اللي وافدين من خارج المملكة عشان مما تقلل من خبرتهم المهنية عن 5 سنوات، إضافة إنه إحنا لازم نلزم المهندسين الوافدين المستقدمين إن إحنا لازم نعمل لهم اختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة للتأكد من إنه الشخص أو المهندس الوافد عنده إلمام كبير بالمهنة وبتخصصه. إلى أي مدى هذا الإجراء متبع حسب علمك؟ والله وفق المعلن أن هذا الإجراء متبع ومطبق، وهناك تنسيق وربط إلكتروني ما بين وزارة العمل والجوازات والداخلية وهيئة المهندسين. وحقيقة هذه جهود يعني تشكر عليها هيئة المهندسين السعوديين، أنها تسعى لنوع من الإيكو سيستم ما بين هذه الجهات، طبعا بما يعود النفع على المصلحة العامة بالتأكيد. نعم، نعود إلى عبد الله الحكمي الصحفي. أستاذ عبد الله، ما هو دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضية المهمة؟ نعم، لا شك انه التزوير بشكل عام، يعني التزوير يعني جريمه، سواء كان في المستندات الرسميه او في الشهادات او في اي امر من الامور، وله اثار سلبيه. واكيد الاعلام له دور جدا مهم، التوعيه، وايضا لا ننسى الاسر ايضا لها دور من البدايه من النشأ. لكن انا ودي اقول اعقب انه احتمال ما يكون ان المهندسين انهم كلهم سعوديين، يعني 700 عدد كبير، اتوقع ان يكون فيه هناك يعني من باب الملاحظه غير سعوديين. مثل ما قلنا انه له اثار سلبيه على التزوير، سواء على الفرد او على المجتمع، على الاقتصاد، على كل الامور. وغالبا المزور يلجا الى التزوير لتحقيق اهداف، احيانا تكون اهداف شخصيه انيه، واحيانا تكون للمدى البعيد. تشريعات بشكل عام في كل مكان في العالم، حتى في الدول اللي قليل فيها الرقابة، تجدون أيضا فيها تشديد على العقوبات التزوير. ونحن هنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله رب العالمين، هناك يعني قرارات رادعة جدا ضد هذا الأمر. ومثل ما قال الأستاذ الأخ المحاور، أنه لا زال الوضع في بدايته الآن، لا أحد يستطيع التكهن بهذا الأمر لحد ما يتم التحقيق وتبين الأمور. لا شك التزوير أيضا له انعكاسات ايضا حتى على الوظيفه نفسها التي يشغلها الشخص، الوظيفه نفسها راح تتدمر. نعم، يكون في تدمير للوظيفه نفسها وللشخص المزور نفسه، لانه وضع نفسه يعني بيكون الرجل الغير مناسب في المكان المناسب. و فيه ايضا ضرر مثل ما قلنا على المجتمع بشكل عام، سواء كان حتى لو اخذ الوظيفه هذه، الوظيفه استغلها واخذ في مكان غير مكانه، فهو اثر على الوظيفه، اثر على المجتمع، اثر على الاقتصاد، اثر حتى اخذ وظيفه شخص في احتياج لها وهو احق بها من هذا الشخص. فلا شك ان التزوير دمار ايضا للمجتمع. ومثل ما قلت انا دائما انادي انه النشأ مهم جدا من البدايات، وهذا الذي يعمل الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه من البدايه. دائما عندنا الوازع الديني من فضل الله سبحانه وتعالى موجود، والتنشئه الجيده موجوده. واتوقع انا في ظني ليس تبرئة للسعوديين، السعوديين فيهم الأخطاء موجودة، لكن قصدي أنه العدد هذا أتوقع في غالب الظن أنه يكون فيه مهندسين أيضا من خارج الوطن. نعم 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 كان معنا من الدمام الصحفي في جريدة عكاظ عبد الله الحكمي، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى أستاذ ماجد. أستاذ ماجد، ما هو النصيحة اللي تعطيها في هذا الموضوع؟ وحقيقة يعني بالنسبة لسؤالك للزميل الإعلامي، حقيقة أنا أشوف أن الإعلام له دور كبير حقيقة، سواء يعني في مرحلة التوعية المجتمع قبل وقوع مثل هذه الجرائم،
أو حتى بعد وقوع هذه الجرائم. يعني الآن قبل التوعية لابد يعني أن الإعلام يقوم بإبراز دور هيئة السعوديين، هيئة المهندسين السعوديين وجهودها وجهود الجهات في مكافحة مثل هذه الجرائم، دور مدى جودة أن الإعلام يسأل، يعني يسأل الأخوة المتخصصين في الهندسة وكذا، يسألهم على مدى جودة التشريعات القائمة، مدى هل أنها كافية، هل هناك في حاجة إلى تطويرها، إبراز القضايا التي ارتكبت وصدرت فيها أحكام، هذا قبل وقوع الجريمة. يعني أعتقد أن الإعلام له دور كبير جدا في التوعية ومكافحة الجرائم ورفع التوعية في هذه الأمور. الأمر الثاني بعد وقوع الجرائم، يعني لا بد أن هذه قضايا التي تمس الرأي العام وتمس ذوي المهنة، حيث أنا حسب ترخيص هيئة المهندسين بأن عدد المهندسين في المملكة يتجاوز 200,000 مهندس سعودي وغير سعودي، فتمس يعني شريحة من ذوي التخصص، لا بد أن يكون فيها متابعة بعد وقوع هذه القضايا. وأيضا لماذا، يعني لماذا لا يحضر الإعلام جلسات المحاكمة وفق أنظمة الإعلامية نعم وتنقل الصورة بأنها قضية رأي عام، يعني نعم أكيد القضية. أكيد. كان معنا من جدة الأستاذ ماجد الفيصل، عضو أي نعم. نيابة العامة سابقا، شكرا جزيلا لك. في وقت يبحث فيه كثيرون عن وظائف شاغرة، غامرت إسراء المرزوقي وهي امرأة سعودية بالتخلي عن وظيفتها لتتفرغ لتصوير الأطفال حديثي الولادة وتتخذها مهنة. لا أتابع التقرير التالي. إسراء المرزوقي، امرأة سعودية تهوى التصوير إلى درجة جعلتها تستقيل من عملها الثابت في شركة كبيرة لتمارس بشكل احترافي هواية تصوير الأطفال حديثي الولادة التي تحبها دون أن يبادرها يوما أي شعور بالندم على قرار اتخذته. العمل الحر جميل جدا، وبعد تجربتي بالشغل في إحدى الشركات العملاقة، أنا كنت أشتغل في أرامكو، أخذت قرار صعب إني أستقيل منها، وأبدا ما ندمت على هذا القرار، لأن أنا اللي أسويها الحين من جد الشيء اللي أحبه وقاعدة أبدع فيه. منذ صغرها أحبت إسراء التصوير ومارسته كهواية لها، لتتطور الهواية بعد ذلك إلى موهبة لاحظها زوجها منذ مرحلة خطوبتهما وشجعها على امتهانها، وكان برفقتها داعما لها في كل خطوة تخطوها تجاه تحقيق ما يسعدها، حتى قرر أخيرا مشاركتها بالتصوير، فاشتريا معدات تصوير فوتوغرافي متطورة وأخذا يبحثان عن دورات تعليم التصوير على الإنترنت وسافرا إلى الخارج لتعزيز مهارات التصوير لديهما. ابتدت إسراء مجال التصوير كهواية من الصغر، كانت عندها الهواية هذه، بس أنا استشفيتها في أيام الجامعة، أيام خطوبة كانت، حسيت أن عندها الهواية هذه وحبيت أنميها، فظليت أدعمها وأخليها تحاول تتعلم في الهواية هذه أكثر وأكثر. بعد احترافهما مهنة تصوير الأطفال حديثي الولادة، أسست إسراء مع زوجها عملهما الخاص في غرفة صغيرة عام 2013، ومع مرور الوقت اتسعت الغرفة لتصبح استوديو تصوير أسمياه مي فوتوغرافي في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية. أنا حبيت تصوير حديثي الولادة، حبيت تصوير الأطفال، وتخصصت في هذا المجال لأن الأهل ما في أحلى من أن يشوفوا هذه الذكرى الجميلة لأطفالهم بعد ما يكبروا، والصور راح تزيد حالات وراح تزيد جمال مع مر السنين. يعرض الزوجان على زبائنهما 3 مجموعات من الصور تتراوح تكلفتها بين 4500 ريال سعودي و 6200 ريال، ويسوقان لمهنتهما عبر حساب خاص على موقع إنستغرام يعرضان فيها صورا التقطاها لأطفال تشجع الناس على الإقبال عليهم. بصراحة لما شفت حسابهم في الانستغرام أو في عبر البرامج التواصل الاجتماعي أبهرني العمل. كان في التصور حقي إنه شيء عمل يعني يتعاملون مع فوتوشوب أو شيء، مو شيء طبيعي يعني، بس طلع صور طبيعية يتعاملون، فهذا شيء جميل يعني جدا.
يذكر أن التصوير والسينما والفنون من بين المجالات الجديدة التي أتيحت للنساء السعوديات، اللائي أصبح بوسعهن الآن حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في أنشطة رياضية، وسيسمح لهن بقيادة السيارات في غضون أشهر، وذلك في إطار إصلاحات طموحة لرؤية 2030 في المملكة. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، أذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني. أيضا نرحب بكل تغريداتكم على هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم، وكما تقدروا تتابعونا على الحلقة في موقعنا الإلكتروني. وألقاكم بكرة، وشكرا على حسن المتابعة، ومعنا بكرة مواضيع سعودية جديدة. دمتم في أمان الله، مع السلامة.